السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول في الله نيت ما تسمع. فحل شهر رمضان والحمد لله أن بلغنا رمضان، فوجدنا آباءنا يقولون مبروك رمضان ونحن كذلك نقول مبروك رمضان. رمضان مباركي استمع زيرت، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن تصوموا بالصحة والهناء إن شاء الله، ولا تنسوا الجانب الصحي، وأن تصوموا بطريقة صحيحة لتستفيدوا من صيامكم، فلا يطغى الجانب الديني الجانب التعبدي على الجانب الصحي، لأن الناس لديهم أمراض وأعراض كثيرة وزوائد وتوكسينات ومعادن ثقيلة يعني تجمعت في الجسم، فيجب أن تطرح. وصيام 30 يوما بالطريقة الصحيحة، إذا فهم الناس الصيام من الناحية الكونية أكيد سيتخلصون من هذه الزوائد وكذلك من بعض الأعراض. ففي حلقة البارحة تكلمت عن بلوغ البنيات، وهو يعني الآن هو السؤال الذي لم يطرح من قبل، لم يطرحه أحد من قبل. فبالنسبة للفقه، البنت تبلغ لما تظهر العادة الشهرية، البنت بلغت يجب أن تصوم يعني. وبالنسبة للعلوم لا، هذا ليس بلوغ ولا علاقة له بالبلوغ، هذا يعني وهذه هي الإشكالية الكبرى الآن. يعني هناك الآن بنيات في هذا العصر مع التطور مع التحولات مع التلوث مع الحالة النفسية مع سرعة الحياة مع ستريس مع كثير، الآن نسبة كبيرة من البنيات الآن تظهر عندهم العادة الشهرية على 7 و8 و9 و10 سنوات، يعني 8 سنوات كثير، يعني نسبة كبيرة من البنيات عندهم هذا المشكل هذا. فيعني هذه البنت يعني لا تقدر على الصيام، يعني من الناحية الفيسيولوجية لا تقدر. فعلى الأم أن تنتبه. ولماذا أقول الأم؟ لأن الأم هي اللي تكون مع البنت في هذه المسائل ليس الأب. الأمهات أن ينتبهن للبنيات، ها يعني لا تظلم البنت إذا كانت لا تقدر على الصيام، لا تقدر على الصيام. إذا أرادت أن تصوم هكذا لأن البنات اللي معها يصوموا وتريد أن تتحمس يعني وتصاب بمصيبة فلا، يعني لا إكراه في الدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآن عندنا في هذا العصر ولا تلوث، يعني الإنسان صحته تراجعت ونفسيته تغيرت ومناعته انخفضت، يعني وأنتم تعلمون الآن العصر كيف نعيش نحن في هذا العصر. ولذلك يجب أن يفهم الفقه وأن يفهم الدين، ليس الفقه، أن يفهم الدين بالعلوم وليس بالتراث، أن يفهم الدين بالعلوم فقط في العصر الحاضر وليس بالتراث والمسائل التي تتعلق بحياة الناس كذلك. ففي هذه الحلقة سأتكلم كذلك عن بعض الحالات التي ربما تفاجئ، يعني هذا ربما تفاجئ أصحابها، لأن كثير من الناس الآن مصابين بأمراض، عندهم أمراض وهم لا يعلمون، منهم السكري، كثير من الناس لديهم سكري وهم لا يعلمون، وكثير من الناس أصيبوا بالسكري ما بين رمضان السنة الماضية وهذا رمضان هذا، يعني 11 شهر، فسيكون نسبة كبيرة من الناس أصيبوا بالسكري النوع الأول والثاني وهم لا يعلمون. فإذا كانوا يعلمون هذا لا نتكلم عنهم، فالطبيب الآن يحدد العلاج، يحدد لهم هل يصوموا أم لا، ما عندنا معهم مش مشكل، لكن المشكل هو الذين لا يعلمون أن عندهم سكري، وكثير من سكان البوادي عندهم سكري ولا يعلمون أن عندهم سكري. فلذلك هذه هي الصدقة الجارية بالنسبة للذين ذهبوا إلى العمرة، هذه هي الصدقة الجارية. لماذا لا تكون سيارات الإسعاف كبيرة وفيها ليس طبيب، ممرض فقط، فيها 2 من الممرضين أو ممرضات، ويتجولون في الدواوير ويقيسوا السكر للناس، أو يكونوا في حالة تأهب، إذا ما وقع مشكل في دوار أو شيء يتصلوا بالهاتف ثم يكونوا في عين المكان. هذه هي الصدقة الجارية، هكذا يفهم الدين، يفهم الدين على الواقع ما يحتاجه المجتمع. هذه هي الصدقة الجارية من الناحية العلمية، هذه النظرة القوية، النظرة الجديدة للدين، فهم الدين بالعلوم لنستفيد منه في الأخير، لنستفيد منه. الآن يعني 10 عمرات، 10 عمرات الآن يشريوا لنا سيارات، والممرضين كان موجودين، كان ممرضين الآن رمضان نكونوا إن شاء الله تمام، يعني نعتقوا الناس اللي غادي يموتوا الآن في البوادي.
فالناس اللي في البوادي انتبهوا الله يجزيكم بخير، انتبهوا جيدا، لأن كي اللي عنده سكري ولا يعلم يصوم النهار الأول السكري يهبط يغمى عليه، لو وصل 0.4 السكر و0.5 يغمى عليه، هذا ثم يكون مشكل كبير. فهذا هو يعني الشيء الذي لم نقدر عليه إلى حد الآن، أن يكون واحد يعني تشيكين، يعني واحد اختبار السكري لدى جميع الناس قبل رمضان، اختبار السكري قبل رمضان عند جميع الناس، لما لا؟ أين المشكلة؟ هذا يعني لازيل أين التأطير؟ أين التأطير الآن؟ هذه هي الأشياء التي يجب أن يتكلموا عنها في المساجد، لكن لا يقدرون، يعني هذه المعلومات لا يقدرون عليها، أن يتكلموا في المساجد مثل هذا الكلام. هذه فاليوم الأول من رمضان دائما المستعجلات الطوارئ، يعني إخواننا في البلدان الشرقية يقولوا الطوارئ، نحن نقول المستعجلات في المغرب، دائما المستعجلات تكون يعني مملوءة، والأطباء والممرضين في محنة اليوم الأول من رمضان، فقط لأن هناك ناس لا يعلمون أن لديهم أمراض، ثم الأخطاء يعني شو واحد يعمرها لأنه خايف من الجوع والعطش، كيعمر المعدة يعني كيبريسيها مزيان، كيعمرها الصباح كيصبح مغض، كيهزوه الآلة، فهني يعني كاين اللي غيطلع عليه السكر فقط لأنه يعني يرغم راسو على الأكل، هذا هو المشكل. فاليوم الأول من رمضان دائما تكون مشاكل، جميع الناس انتبهوا للأطفال، لأن هناك كثير من الأطفال عندهم سكري وهم لا يعلمون. فهذه السنة هذه رمضان الحمد لله جاء في العطلة، جيد جاء في العطلة، لأن الأطفال سيكونون في المنازل، على الآباء أن ينتبهوا للأطفال اليوم الأول، إذا صام الطفل طبعا، إذا الطفل صام، ولو كان في الإعدادي، إذا صام طفل يعني بدون أن يغمى عليه ثم تحمله للمستعجل، يعني إذا رأيتم بأن يعني هذا الطفل يعني مرتخي ويعني ولا يقدر على الوقوف، وهو يعني يريد أن يصوم ويتحمس ولا ما يرضاش يقول لكم رانا، هذا يعني انتبهوا ولا تحرجوه، لا تحرجوه، يعني انتبهوا للأطفال اللي ظهر عندهم السكري ما بين رمضان السنة الماضية وهذه السنة وهم لا يعلمون، الذين لا يعلمون، أما الذين اللي عندهم السكر عارفين وراهم عارفين طبعا. هذه المشكل الثاني، البوادي، هناك كثير من الناس لديهم سكري وهم لا يعلمون في البوادي. ثالثا الناس المسنين، عندنا مشكل في المغرب أنهم ما يرضاوش يفطروا، هذا الشخص المسن لا يرضى أن يفطر، يشوف الناس يشوفوه يأكل، يعني هذه طبعا ظاهرة عندنا، عليه من حقه، نحن لا بالعكس من حقه، ولكن ما يهلكش نفسه، إذا كان قادر يصوم، نحن لا نتكلم عن الناس اللي قادرين يصوموا، أنا لا نتكلم عن، لكن هناك حالات لا يقدرون على الصيام، كاين أشخاص عندهم أمراض القلب والشرايين لا يقدرون على الصيام، إلا صاموا تكون كارثة، أغلب الحالات اللي عندهم سكتة قلبية كان عندهم أمراض القلب والشرايين وما كانوش عارفين، لم يكونوا على علم، وعندنا إحنا في البلاد، أنا المنطقة ديالي عندنا هذا المشكل ديال أمراض القلب والشرايين، هذه السكتة القلبية، أنا جدي ميت بالسكتة القلبية، والوالد بالسكتة القلبية، وخويا الكبير ميت بالسكتة القلبية، عندنا هذه المنطقة، هذه كان عندنا واحد المنطقة فيها المياه مالحة وفيها أشياء لا ندري ما لماذا، ولكن سكتة قلبية عندنا في المنطقة بكثرة، علي الآن في كل العالم ليس في المنطقة. يعني في رمضان يعني هذو أصحاب القلب والشرايين في رمضان كثير من الحالات يعني كيتوفوا، وكيتوفوا مباشرة بعد الفطور، كاين اللي كيتوفى مع الصباح، ولكن بعض الحالات كتوفى من بعد الفطور، يعني مباشرة يفطر يموت، هذه الحالات كذلك أن ينتبهوا عليهم. هذه يعني الحمد لله أن الأطفال هذه السنة ما غادي يكونوا في المدارس، وإلا كان مع المعلمين والمعلمات المدرسين كذلك، كان يعني السنة الماضية كان تلاميذ أغمي عليهم في القسم عدد كبير، أنا أخبرت أن الناس كيتصلوا بيا، كاين تلاميذ أغمي عليهم في الأقسام في 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 كثير من المدن في المغرب، ويعني هذا المعلمين ينتبهوا فقط، يعني هم ليسوا مسؤولين على شيء، لكن ينتبه ويعمل حسنة، بالعكس يعمل عمل صالح، انتبه إذا الطفل طلب منك يمشي للمرحلة 3 مرات في القسم، المعلمة تخبر أبوه وأمه، يخبروه بأن الولد
عليهم هم المدارس المعلمين كيخبروا الاباء، نعم، ولكن مذكر، الحمد لله مذكر، نعم. ثم اذا الطفل كان يعني مرتخي ويظهر انه فيه نوم ولا يقدر على الحركات ولا يقدر على الكتابه، يخبروا الاباء، لان عنده انيميا ولا عنده امراض القلب والشرايين ولا عنده سكري ولا عنده شي مرض مناعي في الدم. انتو خبروا الاب او الام. اذا كان الطفل كيحصل في الدوره الاولى جيد، في الدوره الثانيه يعني هبط على 10، أن تخبروا الأب، هذا عنده أنيميا، هذا عنده نقص في بعض الفيتامينات وبعض الأملاح، هذا يعني هذا لازم تشيكين، لازم تحليله ولازم يشوف طبيب. هذا رمضان اليوم الأول انتبهوا جيدا وكونوا على في تأهب. الناس اللي عندهم سكر يكون عندهم باش يقيسوا السكر، لأن كاين بعض الحالات كذلك يصوموا ما كيرضاوش يفطروا كيصوموا، نعم حقهم، اللي معتادين على الصيام ما معناش مشكل، هذا عرف كيفاش يصوم، ولكن اللي اول مره مصاب بالسكري واول مره سيصوم يعني ربما علينا على الاقل يقيس السكر، يكون تحت المراقبه، يقيس السكر مع 9 مع 11 مع الوحده، يعني يشوف اذا قدر يصوم جيد، اذا ما قدرش يصوم الله غالب يعني الله سبحانه وتعالى عطاه رخصه، بالعكس أعطاه رخصة وأمره يفطر، لأن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه تهلكة هذه. فالسكري النوع الثاني كثير من الحالات يصومون معتادين على الصيام، يعني نتركه، ولكن الحالات الجديدة، الحالات التي ظهرت يعني ما بين رمضان السنة الماضية وهذا رمضان، هي اللي فيها المشكل، وديما دائما أنا أذكر، دائما أذكر حول هذه الحالات. هذه كاين أمراض أخرى كذلك، ربما لا يقدر الناس، الأشخاص اللي عندهم مشكل في الكلية، الاشخاص اللي كيديروا التصفيه هذو ما يصوموش، ما يقدروش على الصيام، لماذا؟ لان مشكل الكليه الجفاف. والاشخاص اللي عندهم كذلك المشكل اليوم الاول سيكون مشكل المعده والامعاء، يعني المستعجلات تمتلئ بالمعده والامعاء، هذه ماشي. فيعني غدا ان شاء الله الليله الناس كالوا ربما غادي يعمروها في الليل، لانهم خايفين من الصيام. نحن اصبح عندنا الصيام عادي، أنا دخل رمضان الآن مثلهم مثل الشهور الأخرى، والله ما غيرت شيء في منزلي، ما غيرت أي شيء، والناس شافوني، الناس شافوني، يعني ما شريت شيء ولا عندي شيء، ما غيرت أي شيء، لأن الصيام أصبح لدينا عادي. لماذا؟ لأننا نصوم بفاهمين لماذا نصوم، فهمنا لماذا نصوم، فنحن نصوم 4 أشهر، رمضان أصبح عادي، يعني رجب شعبان رمضان، هذه رجب شعبان رمضان شوال، 4 أشهر ما أصبح الصيام عادي جدا. ثم الشهور الأخرى نصوم أسبوع 3 أيام 5 أيام هكذا، اللي بقى الجسم متعود على الصيام، فأصبح لدينا الصيام عادي، أصبحنا لا نقدر على العيش بدون صيام، يعني تقلبت. ولذلك أقول للناس يجب أن يفهموا الصيام، لو فهمتم الصيام وبعيدا عن الدين، بعيدا كل البعد عن الدين، هو من مقومات الحياة ويدخل في العناية، الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يعتني بخلقه، خلق الخلق لا بد وأن يعتني، لا يمكن أن يخلق الخلق هكذا ويتركه يتعذب ويصاب بأمراضه إلا من أخطائه، لأن الله وضع له حلول، ولكن الشخص يخطئ، وهي طبعا إذا أصابك يعني مكروه من أخطائك، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أول ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قلتم منين هادشي جانا، قل هو من عندي أنفسكم، الله يقول حملنا المسؤولية، يقول هو من عندي أنفسكم. هذه الأخطاء في التغذية هي أخطاء قاتلة، أن ينتبه لها الناس. فاليوم لو كان الناس يفهمون الصيام، غدا أول في المغرب إخواننا في الشرق صاموا اليوم، لكن غدا الثلاثاء في المملكة هو أول يوم من أيام رمضان، كان الناس اليوم ما يأكلوا والو، ما لا يأكلون شيء، صبحوا صايمين، أين المشكلة؟ دابا المشكل هو ان الناس اليوم غادي يعمروها لان الصيام، لانهم خايفين من الصيام، لانهم مرعوبين من الصيام. كلو كانوا يفهمون الصيام كان اليوم ياكلوا لا شيء، غدا تصوم في المساء تفطر، ستفطر. اللي عندهم مشكل مع عسر الهضم وغلبتهم غريزتهم، الله غالب، غلبتكم الغريزه، عمرتوها وحسيتوا بحرج والمعده يعني متوترة جدا، على الأقل الناس دائما يهيئوا لأننا أصبحنا نعيش الآن في عصر صعب فيه الصيام، لكن الذين يقدرون على الصيام طوبى لهم،
كاين الناس لا يقدرون على الصيام، الامراض المناعيه الذاتيه والسرطانات اللي كيعملوا الكيموثيرابي واللي كيديروا العلاج بالاشعه والعلاج بالانترفيرون، والناس اللي كياخذوا ادويه يعني ثلاث واربع مرات في اليوم، واللي يعني كورتيكويدات وادويه الى اخره، اصبح صعب الان، صعب الان، صعب. نحن نعيش في عصر الامراض يعني الان، ولذلك يجب ان لو كان الناس يفهمون معنى الصيام لكانوا يصومون في ايام اخرى دون رمضان، ثم يصومون في رمضان، على الأقل يكونوا متعودين على الصيام. شخص لا يصوم إلا في رمضان سيكون لديه مشكلة، اليوم الأول والثاني والثالث سيبكي، لأنه لا يصوم، لأن الجسم غير متعود على الصيام. أنت قطعت دفعة واحدة يعني أف يعني الجسم طبعا سيتألم، أكيد سيتألم يعني. فعلى الأقل هيئوا واحد المشروب، هيئوا مشروب دائما يكون في المائدة دائما، ها، تشربونه بعد الأكل. أشخاص اللي غلبتهم الغريزة وعمروا، يكون فيه ليمون حامض، سيترون، عصير الحامض، هذا الليمون الحامض مع زنجبيل، ليمون الحامض مع زنجبيل، فقط 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 ليمون حامض مع زنجبيل، هذا دائما بعد الأكل تشربون هذا الشرب حامض والزنجبيل، كوب كبير تشربونه، ممكن تنكهوه بشوية قليل من القرفة، ممكن تنكهوه بزعتر، ممكن تعملوا لك، ولكن زنجبيل مع ليمون حامض عنده نكهة جيدة، عنده نكهة جميلة جدا، ماشي. ثم هناك كذلك بعض يعني بعض الوصفات التي ممكن أن تساعد الذين لديهم أعراض على مستوى المعدة، على مستوى المعدة، لأن المشكلة دائما في رمضان دائما مشكلة المعدة، هذا لماذا المعدة يجب أن تعمل جيد في رمضان لكي يعطي الصيام مفعولة. المعدة يجب أن تعمل جيد 100%. إذا كانت المعدة مريضة وكانت معدة لا تهضم شيء، كيف سيتعالى الشخص؟ لا يمكن يعني مستحيل. فهذا الشراب ليمون حامض مع زنجبيل كوب كبير، ولو تضيف شيء من الماء، لأن يعني الحامض لا يكون لوحده، هو يعني قوي جي. فيعني حبة حامض هذه كلها تعصروها وتزيدوا عليها الماء، ومعها زنجبيل يابس، زنجبيل يابس فقط، ملعقة صغيرة من زنجبيل يابس، يعني لا بأس، يعني هذا لا بأس تضيف ماء دافئ لما تعصروا الليمون حامض، لا بأس تضيف ماء دافئ، ماء ليس فاتر، ماء دافئ على 40 و50 درجة، ثم تضيف زنجبيل تضعوها فوق المائدة بعد الإفطار من اللي تعمروا، تشربوا هذا إن شاء الله، هذا على الأقل هذا سيساعد على الهضم، يعني لأن مشكل الهضم الآن هو المشكل الهضم، المستعجلات ستمتلئ بالجهاز الهضمي غدا الثلاثاء إن شاء الله، يعني كان الله في عون الأطباء الممرضين، كان الله في عونهم، يعني الغداء لتمتلئ المستعجلات بالمعدة والأمعاء، المعدة والأمعاء طبعا أصحاب السكر يعني وهذو أمراض القلب والشرايين أكيد هذو ربما يحملونهم من المنزل، يعني سيارات الإسعاف، انتبهوا في هذه الأيام، لأن اليوم الأول والثاني والثالث هو فين كتفضح المرض، المرض يتفضح، الصيام يفضح الأمراض، فالذي لا يعلم بأن له مرض يعني غادي يتفضح هذا المرض هذا، ويعني هذا اليوم هو كشف، هو في نفس في حد ذاته يعني كشف، اليوم الأول والثاني والثالث انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا، يعني لماذا؟ لأننا نعيش في عصر الآن صعب، في أنا قلت الذين يقدرون على الصيام هائل جيد، الذين لا يصومون إلى رمضان مشكل، لأنهم مغيبين مقومات الحياة، الصيام من مقومات الحياة، إذا غيبتها خطأ كبير في حياتك، ثم لا تصوم إلا رمضان، وهذو الذين لا يصومون إلا رمضان هما اللي كيكونوا متوترين ومضطربين ويعني مقلقين وضجرين يعني كنقولوا على سبا هذو، لماذا؟ لأن لا يصوم إلا رمضان ولا يعرف لماذا يصوم، وصايم لأن الناس صايمين، هذا يعني يفهم الصيام، لأن عندنا مجتمع يعني لا يعني مجتمع يعني لا يرحم، مجتمع عندنا مجتمعات لا ترحم، لماذا؟ لأن ضخموا هذه الشعائر الدينية، نفخوها وضخموها حتى أصبح الناس مرعوبين منها، يعني لذلك قلت هاد الناس المسنين ما يفطرش، ما يقدرش يفطر لأن غيضحكوا عليه، عاد باله هو راه سيسخرون منه وما يرضاش يفطر، هذا هو المجتمع قاهر، مجتمع لا يرحم، مجتمع لا يرحم، كاين الناس ما قادرينش يصوموا الان ولكن ما لا يقدر على الافطار.
وكاين ناس ما مقتنعيش بالصيام، ولكن إذا فهم الصيام سيصوم ولو أنه لا يصلي. إذا فهم الصيام سيصوم، لماذا؟ لأنه من مقومات الحياة وليس للعبادة. هو للعبادة 1%، 99% للصحة. الله ما محتاج جوعنا ولا عطشنا، ولكن كتبه علينا. علاش؟ يعني كتبه عليك، يعني كتبه، هي لابد منه، يعني يتسالك، بحال كنقولوا يتسالك، لكن اختياري وليس فرض. يعني عندك الفدية، عندي لك التمريض، فيه في حالات، أما الفرض فرض ليس فيه نقاش وليس فيه بديل، لكن الحاجة المكتوبة عندها بدائل. ولذلك قال على الفدية، يعني ففدية من أيام أخر، يعني وحتى على الذين يطيقونه فدية من ثم، يعني ممكن تغير هذا الفرض في وقت آخر، لما لا تقدر فعدة من أيام أخر تعود ترد هذه الأيام تعود صومها. لا كفارة في الصيام، لا يكذبون عليكم، لا كفارة في الصيام، هناك الفدية فقط، ما كاينش كفارة. الله ما تكلمش على الكفارة في الصيام، وما تكلمش على الحالات، قال بأن الذين يفطرون بدون عذر أو يفطرون، يعني هذا ما ذكرهاش الله سبحانه وتعالى، وهي من الشرع ما لا يمكن الله سبحانه وتعالى أن يتغاضى عليها، لأن يجب أن يبينها الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا الصيام ما بينش فيه سن البلوغ وشكون خصو يصوم، وما حددش العمر وما حددش الأشياء هذه، وخلى الأمور خلى. لماذا؟ لأنها كتب وليس فرض. سنصوم، أكيد مكتوب، نعم نصوم، نعم، ولكن كتبت ليس فرض. فرض ربما تكون ليس لأهمية حياتك، لكن كتب لأهمية حياتك. ولذلك نصوم، نعم نصوم، ولكن ليس بمفهوم العبادة فقط، لأن الله يريد منا أن نصوم لأنه من مقومات الحياة. لو فهم الناس الصيام بأنه من مقومات الحياة لكان الناس كلهم يصومون، مسلمين وغير مسلمين. لماذا لا يصوم؟ لأنه من مقومات الحياة. ولذلك جاء الصيام في جميع الشرائع، في جميع الشرائع، لأنه من مقومات الحياة. فانتبهوا لهذه الحالات الجديدة، واللي الذين أصيبوا بأمراض من بعد رمضان السنة الماضية أن ينتبهوا، لأن أول مرة سيصومون، لأنهم صاموا السنة الماضية بدون مرض، لكن ظهر المرض بعد رمضان، فهذا هو أول رمضان سيصومون. أن ينتبهوا للأشخاص اللي عندهم سكري، يكون معكم اختبار السكري، يكون معكم اختبار السكري، أو تذهب إلى المركز، يعني تقيس السكر مرتين في اليوم، لأن الذين اللي متعودين يصوموا ما عندهمش مشكل، لكن الذين سيصومون لأول مرة حذري حذري، لأن صحة الإنسان تراجعت. شخص البارح قال لي كنت تنصح بالصيام، نعم نعم، قلت له كنت تنصح بالصيام، هل 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 الإنسان يعيش بنفس الحياة، بنفس المناعة، بنفس الوقت يتغير؟ طبعا التسعينيات ليس هي الآن، التسعينيات ليس هي الآن، فالآن حياة أخرى، مجتمع آخر، مناعة منخفضة، الهضم الآن ماشي مسوي، الأكل انظروا ما هو، تلوث، يعني تلوث ليس بالكيماويات وليس بها. ثم يعني طبعا يعني الوقت يتغير، طبعا الوقت يتغير، ولذلك العلوم تبقى هي التي تراقب هذا التغير. الفقه لا يقدر على مراقبة التغير، الفقه لا يقدر على مراقبة تغير المجتمع. الفقه عنده تقال وداست مزيغة، تقال يعني مسرح، كون كما بلكي العلوم لا، العلوم تنتبه للتغيرات في الكون. ولذلك دائما العلوم هي السر الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في عقل الإنسان لما خلقه، هي الربح. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.